السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخديكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم. كالعادة الإخوان، دائما أوديوهات مسربة وأدلة ضامغة باش نزكيو الفيديوهات ديالنا في هذه القناة، وتكون مواضيع ديالنا عندها تأكيدات وأدلة وبراهين. غنسمعوا إن شاء الله واحد الأوديوهات تحصلت عليهم مسربة من واحد المجموعة من الأشخاص موالين للمخابرات الجزائرية والبوليزاريو، كينفذ واحد الحملة قادرة كتستهدف الاقتصاد المغربي والمنتوجات المغربية، وخصوصا المنتوجات الفلاحية بأوروبا. هاد الأشخاص كيوزعوا واحد المجموعة ديال الأوديوهات في المنابر الإلكترونية، الواتساب، الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، كيدعوا الجاليات العربية على وجه الخصوص وكذلك الجزائرية وديال البوليزاريو متواجدين في أوروبا من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية وخصوصا المنتوجات الفلاحية. من غير دعوة المقاطعة ديال المنتوجات المغربية، هؤلاء الأشخاص كيحاولوا يوسخوا صورة المنتوجات المغربية بتلفيق إشاعات وأكاذيب مفادها أن المنتوجات المغربية ضارة أو فيها السموم. واحد السيدة اللي غتسمعوها هنا في هذا الفيديو كتستهدف بالضبط الدلاح المغربي، وانتم كتعرفوا بأن المغرب من أكبر وأكثر الدول في العالم مصدرة للمنتوجات الفلاحية وخصوصا الدلاح. وشخص آخر الإخوان اللي تحصلت على الأوديوات دياله، وما ماشي شخص واحد أو الاثنين، هو مجموعة ديال الأشخاص، ولكن فقط نعطيكم حنا جوج أوديوات ديال امرأة أو رجل. هذا الشخص أخوتي يدعو الجاليات العربية والجزائرية وكذلك المغربية، وكيروج واحد مجموعة ديال الأوديوهات، وكيشهر بواحد السيري ديال المنتوجات المغربية معروف، يعني واحد الرقم معروف مغربي زائد 611. تقول لي منا لقيتو شي منتوج في أوروبا، مواد غذائية وغيرها حاملة هاد الأرقام التسلسلية، عرفوا أنها منتوجات مغربية لازم تقاطعوها. الآن أخوتي غنعطيكم واحد المجموعة ديال الحقائق، واحد المجموعة ديال المعطيات، واحد المجموعة ديال الأحداث مرت في الماضي باش نجمعوهم ونوصلوا خلاصة القول. هاد الحملة القادرة اللي كتروج اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي واللي كتستهدف المنتوجات المغربية وخصوصا الفلاحية في أوروبا، فراه آخر ما تبقى لهم من الحيل، لأن كل الحيل اللي لجأت ليها الجزائر باش تستهدف الاقتصاد المغربي فشلت. وانا نعطيكم بعض الأمثلة الإخوان. الجزائر واستعمالها للبوليزاريو كدروع بشرية فقط الإخوان، لأنها كتخرج الحقد ديالها والسموم ديالها على المغرب، لأن الجزائر غير قادرة إطلاقا على مواجهة المغرب، وكتستعمل البوليزاريو كدروع بشرية والصحراوي في المخيمات كرهائن. الجزائر ما كتهمش نهائيا مصلحة الصحراوية نهائيا، يكذب لكم كذاب يقول لكم الجزائر كيتهمها مصلحة الصحراوي في مخيمات تندوف. لو كان كيهمها مصلحة الصحراوي في مخيمات تندوف ما غتقتلش الشباب ديالهم، والدرك الجزائري كيطلق لهم الرصاص الحي وكيقتلهم بمجرد انهم كيمشيو ينبشوا في الارض الجزائرية في تندوف المحتلة باش يقلبوا على فتيتات الذهب باش يقاوموا قساوة العيش في مخيمات تندوف. لو كان الجزائر كيهم الصحراويين ديال مخيمات تندوف وكتهم قضية الصحراء لصالح الصحراويين، لما الجزائر وجيشها يحرقوا الشباب الصحراويين في مخيمات تندوف وهم أحياء. لو كان الجزائر كيهم مصلحة الصحراويين كل ما تعتقلش قصرا أحمد خليل بري، هذا القيادي اللي كان في مخيمة تندوف واللي كان كينشط لحقوق الإنسان ودفاعا عن الصحراويين بمخيمة تندوف. الجزائر كيهمها فقط إخراج سمومها وحقدها على الشعب المغربي،
الجزائر هدفها من هاد الصحراويين واستعمالهم كدروع بشرية هو تفقير الشعب المغربي وإضعاف المغرب وزعزعة استقرار المملكة المغربية العظيمة. وهذا الشيء راه شفناه في عدة أحداث، وأبرزها الإخوة اللي رجعنا شوية للور، يعني شي شهور قليلة، كان الجزائر والبوليزاريو رسلوا واحد المجموعة ديال قطاع الطرق في معبر الكركرات باش يوقفوه. شنو غتستافد الجزائر والبوليزاريو من قطع معبر الكركرات؟ واش قطع معبر الكركرات هو اللي غادي يحرر لي مال الصحراوي ياخذوها؟ نهائيا. ها البوليزاريو رسلت قطاع الطرق الى معبر الكركرات باش يتحصلوا على ديك الخبزه، صدقوا خاسرين خبزه ونص كما كنقولوا باللهجه المغربيه، صدقوا خاسرين هاد المناطق العازله اللي كانوا كيتنقلوا منها وكيعتبروها كذبا واشاعه انها مناطق محرره، وكانوا كيمروا منها المحيط الاطلنطي من اجل التقاط الصور. فراه حتى المناطق منزوعه السلاح اليوم اللي كانت كتعتبرها البوليزاريو مناطق محرره فتخسرت اليوم، مابقاش كتدخل نهائيا، والسبب هو ارسالها لقطاع الطرق في معبر الكركرات. اذا الجزائر والبوليزاريو بارسالهم قطاع الطرق الى معبر الكركرات كان هدفهم هو ضرب اقتصاد المغرب وتوقيف معبر حيوي نشيط كيخدم بشكل كبير مصلحة الاقتصاد المغربي وخصوصا في قارة افريقيا. الحدث الثاني والمهم اللي حدث في التاريخ وكيتكرر هذا عدة مرات، كتعرفوا بان البوليزاريو والمخابرات الجزائرية مجندين عدة اجنبيين في العالم، وهم اللي كيتسموا عندهم ما يسمى اصدقاء الشعب الصحراوي. هاد اصدقاء الشعب الصحراوي بين قوسين متواجدين في عدد كبير من الدول، إسبانيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، نيوزيلندا وغيرها من الدول. هاد أصدقاء الشعب الصحراوي لموالي البوليزاريو كيتحصلوا واحد المجموعة ديال الأموال، يعني أموال شهرية خيالية كتقطع من ثروة الشعب الجزائري وكتمشي لهاد ما يسمى أصدقاء الشعب الصحراوي. فراه الهدف ديالهم الإخوة خصوصا في نيوزيلندا هو ضرب اقتصاد المغرب. كيف ذلك الإخوان؟ أنا أشرح لكم بالضبط. هاد أصدقاء الشعب الصحراوي بالضبط في نيوزيلندا على وجه الخصوص وكذلك جنوب إفريقيا واللي حاملين جنسيات أجنبية وكما قلت لكم كيتخلصوا أموال خيالية من ثروة الشعب الجزائري، هدف ديالهم هو توقيف المنتوجات المغربية بمن فيها الفوسفات. وهذا توثق عدة مرات، بأنه شفنا عدة مرات هاد أصدقاء الشعب الصحراوي في نيوزيلندا كيمشي يعتارضوا السفن المغربية اللي كتنقل الفوسفات المغربي إلى هذه الدولة، كينظموا وقفات واحتجاجات وكيطالبوا دولة نيوزيلندا بعدم استيراد الفوسفات المغربي بدعوى أنه منهو فيما يسمى عندهم بين قوسين الصحراء الغربية. تيقولوا بان هذا التروار ديال الشعب الصحراوي راه المغرب كيستنزفها، ما خاصكمش تستوردوها. هذا هو الهدف ديالهم. ولكن الهدف ديال الجزائر من هؤلاء اصدقاء الشعب الصحراوي هو ضرب اقتصاد المغرب. كذلك الاخوان في جنوب افريقيا كانت جرات نفس القضيه، وسبق جنوب افريقيا احتجزت سفن مغربيه كانت ناقلة الفوسفات المغربي، وبفضل الله وبفضل القانون هذه الخطط القادرة ديال المخابرات الجزائرية والنظام الجزائري والبوليزاريو من أجل استهداف الاقتصاد المغربي عبر قطع معبر الكركرات أو احتجاز السفن المغربية اللي كتنقل الفوسفات كتفشل. كل الخطط ديالهم فاشلة بطبيعة الحال بحكم القانون. اليوم الجزائر والمخابرات ديالها لجؤوا لخطة أخرى قادرة، وهي تمرير مغالطات وإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي والأبواق ديالهم من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية وبالتالي ضرب اقتصاد المغرب. هذه الحملة القادرة ديال المخابرات الجزائرية اللي كتستهدف الاقتصاد المغربي أكيد ستفشل كما فشلت سابقاتها، لأن المنتوجات المغربية وخصوصا الفلاحية
معروفة بالجودة ديالها عالميا. لهذا الإخوان أنا عندي الرد ديالي والرد ديالي الخاص، ولازم الإخوان كل شيء أي واحد من أبناء الشعب المغربي في قلبه درة من الإنسانية، درة من الوطنية، يهز هذا الأوديو، يهز هذا الفيديو، ينشره. هذا الكلام ما كان بغيرش نقوله، ولكن جاء الوقت دابا باش نهضروا عليه. أنا كنطالب جميع أبناء الشعب المغربي إقاطع التمور الجزائرية، ماشي حقدا في الجزائر، ماشي حقدا في الشعب الجزائري، ولكن هذا واقع يا إخواني الكرام. علاش؟ فرنسا وإسرائيل جربوا حوالي 60 قنبلة نووية في الصحراء الجزائرية وفي أرض الجزائر. وبعد استقلال الجزائر، هذا معروف، ممكن توقفوا الكلام ديالي وشي تبحثوا عليه، الجزائر فجرت فيها فرنسا ما يقل على 60 قنبلة نووية، وانتم كتعرفوا تأثير الإشعاع النووي على صحة الإنسان. هذا الإشعاع النووي مازال لحد ساعة مأثر في الأراضي الجزائرية. أضرار الإشعاع النووي ومخلفات القنابل النووية معروفة على صحة الإنسان، يعني ممكن تبحثوا في الانترنت، ما تسمعوش لي يعني انا مش خبير في هذا الميدان، ولكن ممكن تبحثوا، لان الاشعاع النووي ومخلفات القنابل النوويه كيتسبب في امراض سرطانيه على صحه الانسان، وكذلك في تشوهات خلقيه للجنين. وهذا الاخوان انا كنطالب الشعب المغربي والشعب الموريتاني بالاحتياط والحذر من تناول التمور والمنتجات الجزائريه، لأنها فيها إشعاع نووي وتقدر تسبب، الله يحفظ، في أمراض سرطانية وتشوهات خلقية للجنين. فحذاري ثم حذاري من استعمال التمور الجزائرية أو تناول التمور الجزائرية، وهذا مطلب ونصيحة للشعب المغربي والشعب الموريتاني على وجه الخصوص، اللي كيستورد عدد كبير وكم هائل من هذا التمور الجزائرية وكذلك المنتوجات الجزائرية، وهذه حقيقة لا غبار عليها. هذا ماشي كذب ولا إشاعة ولا تلفيق، ولكن جابت الهضرة باش نقول الحقيقة، لأن المنتوجات الفلاحية للجزائر وخصوصا التمور فراه فيها واحد النسبة كبيرة من الإشعاع النووي اللي كيضر بصحة الإنسان واللي كيتسبب في أمراض سرطانية وتشوهات خلقية. غنسمعوكم الإخوان هذه الأوديوات، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله، ياك لباس خير؟ الحمد لله ما شاء الله، كي صباحكم ياك الخير ياك اللباس؟ الحمد لله ما شاء الله. شوف مشيت من الصورة فيها عيد هذا الرقم، رقم 6 البداية. أي شيء اللي تشروه تبهوا في الكوديكو دابا الراس هذا، ولي عاد فيه رقم 6 راه برودكت مغربي، حق منتجات مغربية، ولا تقبضوا حق. طول أعماركم، إلا تقبضوا بطاطيتون ولا لا تقبضوا أي مثل يجي فيها هذا الكودي وبرا خرصوه، اللي عاد فيه 6 لا تقبضوا حال، وخارج لنا النصر كل وطن والشهادة. السلام عليكم الطافيلات، شحالكم؟ ياك لاباس ياك خير؟ طاهيات القرب كاملات، وباقي لها الاوديو هذا الاوديو ويعم على الناس، ناس الصهون في اوروبا ولا في المناطق ولا اللي كان. المهم باقي الناس تاخذ حذرها من دلاح وميلون، ولا خضرت المغرب كامله بها ضر تغضر من الرجل يضريك. عسموني يا اخوتي، لا تشرو من عندهم لا دلاح ولا خضره ثانيه، راهم جبروها كامله يعني مسمى. وعسوا عسوا 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 المسلمين معاكم في ذي الاونه اللي ضريك، متضرر ياسر من الخلق من الدلاح ومن الميلون، هذا اللي ينباع عند المقاربه حاق بعد. قولوا يا اخوتي للرجل كامل اللي جبرتوا واللي جبرتوا من المسلمين، راهو ياسر من الخلق حكم الجريان والقذاف تسمم وتوف قذاي حاق بعد. ولا انا بقيكم هذا الاوديو يلحق المسلمين، الله الا عسوا ذا الرجلي.